جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. لا توقع بولكيت بابا. انت شو عم تساوي؟ بدك تخليه يوقع على شيء هو ما نعامله؟ هذا بحد ذاته جريمة. بظن انك بتعرف، وبحكم انك رجل قانون فبتعرف حقوقه للمتهم، ومن حقه انه يحكي اللي بيعرفه بس، وانت مهمتك انه تسجل اقواله وبعدين بتحقق بطريقتك وبتثبت اذا اقواله صحيحة ولا لا، وما بيحق لك تخليه يحكي شيء مو صح ابدا. واذا كان هو غلطان ومرتكب هالجريمة فساعتها انا بساعدك لتعاقبه وبتعهد لك بهالشي، بس اول شيء لا تظلمه، بيكون احسن لك. انا ما عملت شيء بابا، صدقني هذا الشيء كذب. رحنا نحضر فيلم بعدين تمشينا لناكل شيء شغله وبس، وهي الاقوال كلياتها كذب وما بعرف شيء عنها بالمره. صدقني اني بريء بابا، انا ما بعمل هيك شيء وانت بتعرفني كثير مني. بس ابني بس. اللي شفته لبولكيت شيء هو منيح؟ رح اجيبه معك على البيت اليوم. حبيبتي اليوم لازم يضل نايم هون بالسجن، وبندفع له كفالة بس نعرض على المحكمة. رح يضل بالسجن طول الليل يعني؟ ايه. مو معقول، انت بتعرف منيح انه هو بريء وانه هو مو عامل شيء ابدا. بعرف مادفي بعرف، بس ما فيني اعمل شيء، تأخر الوقت، هو مو عامل شيء ابدا. يلا مادفي شو عم بيقلك؟ لا تخافي حبيبتي، انا رح ضل هون بالمخفر. العصابة وقعوا لبولكيت بقصة كبيرة، حتى أنا ما فيني ساعده بشي. أستاذ المحقق بده إياك. طيب جاي بحكي معك بعدين مادفي، لازم أنهي موضوع التحقيق. طيب بس دير بالك عليه. طمنيني.